معهد لروزي يقع في سويسرا وهو من أغلى المدارس في العالم، يحتوي على منتجعات ومرافق بمستوى عالي، ويخصص أكثر من 129 ألف دولار لرسوم الدراسة لكل سنة. قصر لروزي الذي يمثل القصور الوسطى يقع معهد لروزي بسويسرا ويعتبر من أغلى المدارس في العالم، حيث تبلغ الرسوم الدراسية أكثر من 129 ألف دولار أمريكي في السنة. ويعتبر المعهد مدرسة داخلية عبارة عن قصر يعود للعصور الوسطى، ويحتوي على منتجع غشتاد للتزلج ومركز إبحار على طول بحيرة جنيف، بالإضافة إلى وجود مرافق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى، ويعتبر من أجمل المدارس حول العالم. نرجو الاشتراك في القناة، ذلك لن يأخذ منك ولو ثانية، والإعجاب بالفيديو، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء.